السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اليوم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد كيكه رخاميه كتجي زوينه الصراحه، لا في الفطور ولا في الكوتي بحال هكا، خصوصا اللي عنده الوليدات يديو معاك المدرسه في الصباح ولا في العشيه هكا في الكوتي. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا دابا ان شاء الله في المقادير. هانتوما معايا، بسم الله على بركة الله، عندي 4 البيضات، عندي 2 ياغورت ديال البنان، عندي الدقيق على حسب الخليط ديال الكيكة، عندي كاس ديال السنيدة، عندي كاس ديال الزيت، عندي نص كاس ديال الماء دافي، عندي قبيصة ديال الملحة، عندي واحد فلو ديال البنان، عندي 4 الخمارات وزن 8 غرام، عندي الكاكاو المر. ودابا ان شاء الله نبداو الطريقه ديال التحضير. بسم الله، ناخذ البيض ديالنا هو الاول، كونوا متاكدين هاد الكيكه غتنال الاعجاب ديالكم بزاف الصراحه، كتجي بطريقه روعه وما تحتاجوا لا تزوقوها لا حتى حاجه، هي اصلا كتجي مزوقه وكيتعطي واحد المنظر زوين. حتى بالنسبه ل جعدكم شي حد هكا على غفله، دغيا كتحضروها وتوجدوها، يعني ما كتاخذش واحد الوقت كثير. نديرو قبيصه ديال الملحه، نضيفوا عليها كاس ديال السنيده، ودابا بالنسبه اللي بغى ياخذ الطراب الكهربائي او الطراب اليدوي ماشي مشكله، يعني اي حاجه متواجده ممكن تحضروها بها. بسم الله، كنبقاو نقلبو حتى البيض ديالنا تنسجم لينا مع الكيكه، كنبقى نقلبو في البيض تنسجم لينا مع السكر سنيدة مزيان. قدما البيض قربنا قدما الكيكة ديالنا كتجي زوينة الصراحة. دابا إن شاء الله غنضيفو عليه كاس ديال الزيت، كنبقاو نضيفو بالحاجة بالتدريج بشوية بشوية. دابا نضيفو الياغورت ديالنا، ديرو البنات ياغورت ديال البنان، راه كيجي الصراحه طريقه زوينه كيعطي واحد اللوغو زوين في هاد الكيكه. ودابا نقلبو حتى هو مع الخليط ديالنا يتجمد لينا. نسجم لينا دابا صافي، ما غنحتاجوش الطراب الكهربائي، ما غاديش نحتاجوه دابا، غنخدمو دابا الباقي غير بيدينا. ودابا ناخذ الفلو ديالنا نضيفوه الكيكه، نحركوه مزيان وكنسجموه مع الخليط ديالنا، ندخلو فيه حيت الفلو مدرتوش في الطراب حيت ما يحتاجش الطراب دغيا كينسجم لينا في الخليط. هانتوما كي كتشوفوا معايا، هانتوما ما احتاجش وقت كثير باش ينسجم لينا دغيا، هانتوما معايا كتشوفوا كل شيء على عينيكم.
ان شاء الله هاد الكيكه غتولي معتمده عندكم، كتجي الصراحه زوينه. انا بالنسبه ليا كتعجبني بزاف، كتعجب حتى وليداتي، والصراحه اللي دقه عندي كتعجبو، كيقول لي راه كتجي زوينه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي، نشاركها معاهم. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الطريقه. ها هي دابا غنبداو نضيفو في الدقيق ديالنا بالتدريج، الدقيق من بعد ما غربلناه مزيان، ويكون نوعيه ممتازه الصراحه، يكون ديال الحلوه باش الكيكه ديالنا تخرج زوينه. قد ما كان نوعيه زوينه ديال الدقيق، قد ما الكيك ديالنا كيخرج زوين. خلطو بهذه الطريقه، كنخلطو غير بشويه بشويه بالتدريج. انسجم لينا مزيان، كما كتشوفوا معايا طريقه سهله وبسيطه، يعني راه ما كتحتاجش وقت كثير، تقريبا الكيك ديالنا كيهز في الدقيق واحد ربع صغيره ديال الدقيق. الصراحه ما كياخذش دقيق بزاف، حيت قد ما كان خفيف الكيك ديالنا كيجي زوين، ما كيبغيش نكثروا فيه الدقيق بزاف باش ما يجيناش ثقيل. هو شو معايا دابا نضيفو خمارات ديالنا، نديرو ربعة خمارات باش تجينا عالية الكيكة ديالنا، تجينا منفوخة وعالية. نديرو في الخليط ديالنا ديال الكيكة هكا، ندخلوها مزيان حتى تنسجم لينا مع الخليط. دابا عندنا نص كاس ديال الما دافي، ها هو، كنتمنى التصوير يبان لكم مزيان. كنضيفو واحد شويه الكيك ديالنا، هانتوما كتشوفوا كلشي، باش يترخف لينا شويه. ها هو هانتوما كتشوفوا معايا، نزيدو نضيفو واحد شويه اخر، حيت شويه الاخر اللي غيبقى خصنا نخلطوه مع الكاكاو. هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما الخليط ديال الكيكه ديالي، ها هو وجد، هانتوما كيجي، كيجي الصراحه زوين بزاف. دابا هاد الخليط ديالي غنقسمو على جوج مرات، حيت النص غندير فيه الكاكاو والنص غنخليه عادي بحال هكا. هانتوما نزيد واحد شويه، خص واحد شويه باقي تيولي لنا النص نص. هو دابا عينا مزالنا كنشوفو. دابا هاد النص الاخر نخليو هادشي عن جانب، ونضيفو ليه الكاكاو، داك الميه اللي بقات لينا دافيه نزيدو نضيفوها في الكاكاو، نخلطوه هكا بشويه تنسجم لينا. حيت الا ضفناها نيشان مع الكيك ديالنا كيبقى هذاك الكاكاو مكور لينا، من الاحسن نضيفو ليه هو الاول هنا نيشان، عاد نضيفو في الخليط ديالنا ديال الكيكه.
الكاكاو اللي بغى يزيد فيه واحد المعلقه ديال نسكافيه ماشي مشكله، ديال القهوه سريعه الذوبان كتجي حتى هي زوينه، كتعطي واحد المذاق معاها زوين. واللي بغى يضيف يخلي غير الكاكاو بوحدو يخليه. هاهو شوفوا، كنتمنى تصغري يبان لكم مزيان. هاهو دابا نضيفو على الخليط اللي بغينا. قد ما كثرتو الكاكاو قد ما النص الثاني كيجي مغلوق، كيجي فيه الكاكاو كثير وكيعطي واحد المذاق زوين الصراحه. وكعرفتي الوليدات كيبغيو الشوكولا بزاف، اي حاجه كتكون داخله فيها الشوكولاط الوليدات كيبغيوها. ها هو دابا نخلطوه ينسجم لينا. هاهو هاهو انسجم لينا، شو كيفاش جا الصراحة زوين. هانتوما دابا غناخدو المول ديالنا باش نضيفو ليه هاد الكيك ديالنا بالتدريج. هاهو المول البنات اللي غنستعمل انا، هاهو المول اللي غنستعمل انا. هاهو من بعد ما دهناه بالزبدة وضفنا عليه الدقيق الابيض، دابا غنبداو نضيفو الكيك ديالنا بالتدريج بهاد الطريقة. كناخدو مغرفة مغرفة وكنحطو هكا، بحال الطريقة. دابا نضيفو الخليط الثاني هكا، نعاود نضيفو خليط لاخر في الجن ديال الكيك باش جينا الكيكة رخامية وجينا مزوقة. نعاود نضيفو الخليط لاخر، هاهو. دابا نعاودو نضيفو فوق الخليط ديالنا اللي ماشي بالشوكولا، كنضيفو عليه الشوكولا هكا من الفوق. هانتوما دابا كتشوفو معايا، نزيدو عليه الشوكولا من هنا، كيك ديال الشوكولاط. الخليط الاخر نضيفو عليه كيك العادي. كنتمنى التصوير يبان لكم، رانا كنصور غير راسي واول مره كنصور راسي. نعاودو دابا نضيف الشوكولا، كنبقاو غاديين طبقه طبقه، مره شوكولا مره الكيك العاديه، حتى كنكملوها بهذه الطريقه بالتدريج بجينا طبقات. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي، كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه حتى نكملوا الكيك ديالنا. خليكم معايا من بعد ما نكمل الكيك ديالي. اول بنات الكيك ديالي وجد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دابا ان شاء الله ندخلوه الفران واحد نص ساعه تقريبا
ونخلو الفران على نار مهيله، ما نجهدوش عليه البوطه باش يجي لينا الكيك ديالنا منفوخ وزوين. وخليكم معايا من بعد ما الكيك ديالي طيب ليا ان شاء الله نقدمه لكم. احنا البنات دابا الكيكه ديالنا وجدات، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هيا كنشوف، شوفوا كيفاش جات. كتجي الصراحه اسفنجيه ورطبه، كتجي زوينه. جربوها ان شاء الله ما غتندموش، والله غتولوا معتمدين عليها. وكتعجب حتى الوليدات حيت داخل فيها حتى الشوكولات. هيا وشكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على الكومونتيرات ديالكم. بصراحه والله الا الكومونتيرات ديالكم كتفرحني بزاف بزاف، كنشكركم بزاف. بلا بيكم نتوما ما نقدروش حنا نوصلوا ولا نطلعوا. وكنشكر حتى الناس اللي غادي يدخلوا عندي، وتا هما اللي باقي ما شافوش القناه ديالي وغيدخلوا عندي، حتى هما كنشكرهم بزاف. وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. دابا ان شاء الله غادي نقطع لكم واحد المرصو ديال الكيكه باش تشوفوا كيفاش جا. ها نتوما معايا، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الكيك ديال اليوم. كيك عادي ما نحتاجو لا نزوقو لا حتى حاجه. هاو البنات شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وكيجي اسفنجي، كيجي رطب بزاف الصراحه. هاو الشكل ديالو البنات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي الصراحه اسفنجي وزوين. ها هو ان شاء الله نهار غتجربوه غيولي معتمد عندكم. وان شاء الله كنتمنى دائما نقدم لكم الجديد جديد ديال خديجه ام ياسمين اللي كتوجدوا في دارها لوليداتها بشي حوايج بساط يعني غير مكلفين. وكنتمنى لكم تدعموني في القناه ديالي باللايك وابوني باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد اللي كندير. وشكرا لكم المره الثانيه، وقد ما شكرتكم ما غاديش نوفيكم حقكم. وان شاء الله فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله نتلاقاو.